بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي غيرها، بختار إنديجو. محمود مرسي قال لك ايه بقى ساعتها؟ جبتوا منين محمود مرسي؟ كان في ال انا كمان ايه ما احبش قوي ابقى فاشله في حاجه يعني. أوه. هنجرب ما نفعش. قلتوا لي ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ روح ما احبش اقتحم بقى واحاول برده لو مش تمام خلاص. فكنا في التحكيم وكان محمود مرسي هيجي وانا بعيني على محمود مرسي يعني. الناس كلها دكاترتي وعارفه عارفين، فقلت محمود مرسي اللي هيقوله هيجي مني هكمل مش هيجي. فانا بقى انت فاهمه عارفه لما بتبقي عامله عرض خاص وشغلك او كده بتبصي على الناس مش على فيلمك قوي، شايفه الرياكشنات والحاجات دي. طبعا. فبص على وشوشهم كده، واول ما الشاشه ضلمت فالفين ساندرا دي راح مسقف كده لوحده. رجعتينا الايام زمان يا ساندرا، للسنه بتاعت زمان بس ومشي. يا لهوي. وانا انا بقيت مخرجه خلاص. يا لهوي انت بتشوفي بيها ازاي دي؟ ايه ده؟ انت لسه ما عدتيش؟ ده شكله هيقع. ايه الشياكة دي؟ على فين؟ النهارده ليلة قمر، يا ريت فريدة تيجي تشوفوا معانا. دي مرة واحدة بس في الشهر. واحنا صغيرين كان يقولوا لنا أول ما يطلع البدر اتمنى تتحقق الأمنية في البدر اللي بعديه. مين يبدأ؟ أنا. أنا نفسي ألقى ابن الحلال وأجيب خمس عيال ولد وأربع بنات، والبنات يطلعوا زيهم الله يرحمها، حلوين وناشفين، والواد بقى يطلع زي أبويا طيب ودمه خفيف، والبنات ما تخافش منه إنما تخاف تزعله، يبقى عندنا ارض. حيلك كل ده البدر اللي جاي نسيب غيرك يتمنى بقى. ها فريدة ايه؟ ولا امنية اتمنى لك انا ولا انا؟ انا اتأخرت، اهلي اكيد قلقوا عليا. طب استني لما نعدي من البيت. مش هعدي من البيت ده تاني. طب استني اوصلك. استناك الأجازة الجاية بس على الأقل لازم نكونش البارح. فريدة اعترف لي بحاجة يا سمرية، ابتدي تزهق من المدرسة، نفسي بقى الأجازة تيجي عشان يجي لازمة. أنا هقول لبابا. فريدة دي الوردة اللي كنت كلمتك عنها، فاكراها؟ على فكرة يا سمرية فريدة بالهي مش بالألف. عارفة يا فريدة برج الحمام من كتر المطر ما بقاش يغني، بيعيط. سمرية الأجازة خلاص قربت تيجي، وأنا بذاكر كويس عشان بابا يوافق وما يبيعش لازم. لا هكمل على كراكيبك اللي كانت مالية السطح، ضيعت لي اليوم في ترويق. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.